قرب شوي لهون لهون. هذه الزيارة اللي قام فيها الرئيس السوداني عمر البشير للمجرم بشار الأسد، طبعا احنا كان عندنا غصة كثير كبيرة، كنا معتبرين انه رئيس السودان الشقيق اللي شعبه طيب هو بصف المظلومين، وانه كانت العقوبات عليه كمطلوب للعدالة الدولية كانت ظالمة بحقه. اتضح انه لا، هو مجرم مطلوب لها العدالة الدولية، التقى بمجرم مطلوب للشعب، وهون اعتبرنا لقاء المجرمين مع بعضهم.